السلام عليكم متابعين صفحة اليوفنتوس، معكم أخصائية التغذية فاطمة علوي. راح نتكلم اليوم عن أهمية شرب الماء لصحة الجسم. يشكل الماء حوالي 60% من الجسم، بالتالي أكيد له فوائد عديدة على صحة الإنسان. الماء جدا مهم للأداء الرياضي، يقل الأداء الرياضي إذا كان الشخص عنده جفاف أو ما كان يشرب ماء كميات كافية قبل التمرين خلال التمرين، وممكن هذا يسبب له تعب أو يأثر على الأداء الرياضي تبعه وما راح يقدر يواصل. يتأثر العقل بشكل كبير على نسبة الترطيب في الجسم. خسارة بسيطة ولو كانت من 1 إلى 3% ممكن تقلل من مستوى التركيز، ممكن تكرر الصداع عند الشخص، ممكن إن تأثر على الذاكرة.